ولتسليط الضوء أكثر على رفض الكيان الصهيوني التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق الذي سيفتح بشأن الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين واستمرار تلك الانتهاكات، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في القانون الدولي الدكتور سعيد الدهشان. أهلا بك معنا دكتور سعيد. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. كما كان متوقعا دكتور، يعني رفضت الحكومة في الكيان الصهيوني التعاون مع لجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والتابعة للمحكمة الجنائية الدولية. الآن ما هو المتاح أمام لجنة التحقيق؟ عليها أن تكمل يعني التحقيق بطريقتها، سواء تعاون الاحتلال أم لم يتعاون. الاحتلال لم يتعاون أصلا مع لجان تقصي الحقائق منذ العام 2009. كان هناك لجان تقصي حقائق مثل جولدستون ولجنة ديفيس في 2014، والاحتلال لم يتعاون معها، ولكنها في النهاية قامت بالالتقاء بالفلسطينيين بطريقتها وعقد اجتماعات في عمان وفي النهاية أعدت تقريرها. لكن الاحتلال يخشى في نهاية يعني التحقيق أن توجه لوائح اتهام إلى زعماء وقادته. بوادر عدم التعاون مع محققي الجنائية الدولية، يعني كانت هناك بوادر فقد صرح به من خلال تهديد الاحتلال للسلطة الفلسطينية كما تعلم في حال تعاونها مع المحققين. هذا التهديد بالذات ألا يمثل يعني هذا جريمة في القانون الدولي؟ طبعا، لأنه سيمنع مسار العدالة، لأن الجاني والمجرم الآن يستخدم القوة والتهديد باستخدام القوة لمنع العدالة الدولية أن تأخذ مسارها، وهذه جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال الجنائية التي ارتكبت سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية أو في قطاع غزة. ولكن أيضا يعني بالنسبة للسلطة الفلسطينية، برأيك هل سترضخ لهذه التهديدات، خاصة يعني أن هناك وجود أوراق ضغط لدى الاحتلال مثل الضرائب والمعابر وغيرها؟ هذا ما لا نعرفه، لكن في تقديري أن السلطة أصبحت الآن يعني في خط لا رجعة، لأنه منذ العام 2014 هناك ضغوط شديدة على السلطة لأن تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبعد أن اشترطت أن توقع جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس انضمت في بداية 2015، والآن خرجنا من قصة الانضمام إلى قصة فتح تحقيق رسمي. هناك حالة في المحكمة اسمها الحالة في فلسطين، فهناك أمام القضاء وأمام المدعي العام الآن ملف لا يمكن التراجع عنه حتى لو تراجعت عنه فلسطين، لأن هناك جرائم تدخل في اختصاص المدعي العام وفقا للمادة 15. فلو لم تحرك فلسطين وفقا للمادة 13 ألف أو المادة 14 اختصاص المحكمة، فيمكن للمدعي العام وفقا للمادة 15 أن يحرك اختصاص المحكمة. رغم فتح التحقيق أيضا من الجنائية الدولية، لا تزال قوات الاحتلال تمارس الانتهاكات باعتقال الفلسطينيين في الضفة والقدس من غير سند قانوني. كيف يمكن وقف هذه التجاوزات على الأقل في الضفة ذات السيادة المعترف بها دوليا؟ يعني هناك ما يسمى في القانون الدولي قمع الجريمة الدولية، تعهدت عليه كل الدول، وقعت أولا في عام 1973 اتفاقية عدم سقوط وتقادم جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. العالم كله مهما بلغت سنين ومهما تأخر سيقاضي كل متهم بجريمة حرب. ثم لما دخل حيز النفاذ بال2002 نظام المحكمة أصبح هناك التزام دولي، فالآن العالم أمام اختبار حقيقي. تطبقون العدالة في أفريقيا، تطبقونها على الدول الضعيفة، الآن لديكم اختبار حقيقي، هل هناك عدالة جنائية دولية إذا مست دولة مغتصبة محتلة مثل إسرائيل، أم أنكم سترضخون للضغوط؟ المراهنة أن المحكمة مشت لحتى الآن يعني بمسار قانوني جيد ولم تلتفت إلى الضغوط الأمريكية والعقوبات التي بالمناسبة رفعت أول أمس عن المدعية العامة السابقة فاتو بن سودا، والآن هناك من بداية هذا الشهر مدعي عام جديد. نتوقع ونأمل أن المحكمة ستمضي في التحقيقات وستبدأ المحاكمة إن شاء الله قريبا، عاجلا غير آجل، ونرى قادة الاحتلال في قفص الاتهام ولو بعضا منهم، أو مقيدين في السفر ممنوعين من دخول 123 دولة هي الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. نعم، إذن المتخصص في القانون الدولي الدكتور سعيد الدهشان كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.